لنعمل سلطة الخس والبرتقال احنا بحاجة لخسة بلدية، خسة آيسبرغ، خسة حمراء مرجانية، ضمة جرجير وبصلة خضراء مفرومة، حبة بردقان مقشرة ومقطعة ونص علبة جبنة قريش، ربع كوب بذور اليقطين. للصوص نحن بحاجة لعصير نص ليمونة، معلقة صغيرة ملح، نص معلقة صغيرة فلفل أسود، ومعلقة كبيرة خل البلسمك، ونص كوب من زيت الزيتون. هلأ في عنا كل أنواع، أي إشي بتحبوا تحطوه من أنواع الخس أو الأوراق الخضراء؟ رعي عنا يعني أنواع. هلأ في أنواع بالسوق كثيرة، من الخس المرجاني وخس أحمر وخس لولو يعني روسو والجرجير، وفي جرجير هيك أوراقه صغيرة حلوة. فأول إشي بدي أحضر الصوص تبعتنا، بدنا نحط الملح وبدنا نحط فلفل أسود شوي، وبدنا نحط الليمون كتير. الصلصة يعني هي الدريسنج هاي سهلة كتير. خل بلسمك، بعدين بدنا نحط عليهم زيت الزيتون. أوكي. أنا عادة بكل يعني بكل صلصات تبعت السلطات، صلصات السلطات، بحب أحط الزيت، أو هو المفروض هيك يمكن إنه الزيت يكون أكتر ضعف كمية المكونات الثانية. هلأ منحضر الخس، عنا مغسول ومقطع، منحط أنواع الخس المختلفة. هاي سلطة بسيطة جدا وكتير زاكية. أوكي. هاي الرعي على رأي رمان، الرعي صار جاهز. خلي هون عشان يبين عنا الطبق. هاي مجموعة الخس والأوراق الخضراء والجرجير. أوكي. دائما بحب أحط مع خضار السلطة قبل ما ننزل عليها الدريسنج شوية زيت زيتون. الجبنة اللي بنستعملها جبنة اسمها جبنة القريش، كتير زاكية مع السلطات. هاي اللي بحطوها بالدايت. هاي جبنة خفيفة السعرات الحرارية، وهي خفيفة وموجودة هلأ بالسوق.